متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار الأمطار في جنوب غرب البلاد، وأيضا رياح نشطة معتدلة إلى نشطة السرعة في بعض المناطق خاصة خلال ساعات الظهر والعصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحرارة حول معدلاتها أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا كالعادة بصورة الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم التي توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء منطقة الربع الخالي، حيث انتشرت لبعض الكميات كميات من الغيوم المتوسطة الارتفاع والعالية، هي ناتجة عن تدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية قادمة من منطقة بحر العرب. ننتقل وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم الخميس إلى يوم السبت. يلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من أي فرصة للأمطار باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية التي تبقى تحت تأثير الأمطار الموسمية لمثل هذا الوقت من العام. زخات رعدية من الأمطار متوقعة بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر وتستمر حتى ساعات المساء. أما بالنسبة لخرائط الرياح السطحية المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت أي خلال عطلة نهاية الأسبوع، يلاحظ هبوب لرياح شمالية غربية في عموم المناطق، تكون بين الخفيفة والمعتدلة لكن تنشط خلال ساعات الظهيرة والعصر في المنطقة الشرقية، تعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار في أجزاء محدودة ومحلية في تلك المناطق. نعود للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية في العاصمة الرياض مع 29 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، درجات الحرارة تستقر في بداية الأربعينيات كحرارات عظمى، أما ليلا تستقر حول 28 درجة مئوية مع طقس مستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الأحد. في نهاية نشرتنا نستعرض وإياكم هذا الفيديو من بريطانيا، حيث تعرضت مدينة توكنهام في بريطانيا عصر يوم الأربعاء لاضطرابات جوية قوية، حيث تأثرت المدينة بعواصف رعدية ترافقت بأمطار غزيرة ورياح هابطة قوية. بهذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.